لكن كان في تدخل من جانب معتصم سالم ويعني دار عليها همسات كثيره في المدرجات. وادي فرصه وجول، فرصه وجول. وائل جمعه، وائل جمعه في هذه اللحظات هو منقذ النادي الاهلي، هو هداف في هذه اللحظه ويعلن عن هدف الثلاث نقاط، هدف الفوز للنادي الاهلي. وائل جمعه امامنا في هذه اللحظات، سجل في نهائي 2008 امام القطن الكاميروني هنا باجاده كبيره من وائل جمعه الذي يتحلى في هذه اللحظات بقى بصفات المهاجمين، بمهاره، بعقلانيه، باجاده كبيره ملعوبه حلوه الكره الماضيه. ادي امامنا تدخل من احمد حسن ومطالبه هنا في هذه اللقطه من اللاعب الاسماعيلي بدفع من احمد حسن، لكن تذهب الى وائل جمعه اللي يعني يسجل في هذه اللحظات. ادي امامنا الاعاده، وادي التدخل قوي من احمد حسن، ولكن وائل جمعه يستغل في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه المهاره والضربه راسيه قاتله، ضربه راسيه قاتله من وائل جمعه في هذه اللحظه الذي يعلن عن نفسه ويعلن عن ثلاث نقاط وفوز غالي وفوز هام جدا للنادي الاهلي في وقت كان الجميع ينتظر انتهاء اللقاء بالتعادل وحصول الاسماعيلي على نقطه هنا في استاد القاهره، ولكن وائل جمعه في سجده شكر امامنا من هذا اللاعب الذي